أدهم، أنا عمري ما كنت قلقانة على أمين زي دلوقتي، وأنت عارفني عرفش أتصرف قوي يعني. قول لي أنت بقى أتصرف إزاي ولا أعمل إيه؟ دنيا جديدة عليا، كل حاجة مش فاهماها ومتلخبطة، وأنا لوحدي برضو. تصرف أنت بقى، اطلع لي بقى في الحلم ولا اديني علامة ولا تدعيلي ربنا يوقف لي ولاد الحلال. يعني رئيس صديق على فكرة رئيس الخدم الجديد طيب ومحترم، وانا برتاح يعني في الكلام معاه، وفي حنية كده تفكرني بحنيتك. انا اسفة، انا اسفة، لا مش قصدي، مش قصدي أدب، انت ما كانش فيه في حنيتك، انت ما فيش حد زيك ابدا يا أدب. صحيتك؟ لا انا صحيت، تعالي. كنت قلقانة عليكي وعايزة اكلمك، وبعدين قلت بلاش احسن اعمل لك مشكلة. انا محتاجة لك. مش قدي والله يا نازلي. انا عارفة ان في الوقت اللي احنا فيه ده انا ما ينفعش ان انا اجي لك، انتي بالذات، بس انا متأكدة انه ما فيش اي حاجة في الدنيا هتريحني قد حبك دلوقتي. ودلوقتي مش حضني لوحدي، في كمان حضن امين اخوكي، وانا سعلي. علي بصي، هو حكالي على كل حاجة، ازاي وقفتي جنبه، وعلى كل اللي عملتيه معاه، حكالي على كل حاجة. حاجة واحدة بس انا عرفتها لوحدي، هو ما قالهاش، بيحبك يا نازلي، بيحبك قوي.